المداخلة الهاتفية جاهزة. طيب، السلام عليكم أستاذ فهد اليامي. أسعد الله مساك، طال عمرك. لو تسمعنا بس من التلفون وتقصر على التلفزيون. الله يحييك أستاذ فهد، معلم ومتخصص بهالمجال، مجال صعوبات التعلم، حياك الله. الله يحييك ويسلمك. استاذ فهد، انا اسمع والناس يسمعون صعوبات التعلم، فئه صعوبات التعلم، فعندنا تساؤل، وش هي الفئه هذه؟ نبغى معنى صعوبات التعلم، يعني طال عمرك لو تفيدنا بالمعلومه هذه. حياك الله اخوي الكريم، الله يعافيك. الله يبارك فيك. شكرا لكم على هذه المبادره. تحيه طيبه للمشاهدين والمشاهدات والدكتور عثمان عثمان. طبعا صعوبات التعلم في حالة ينتج عنها تدني مستوى التحصيل الأكاديمي. يا سلام. تلميذ مقارنة مع زملائه في الصف العادي. طبعا ولا يعود السبب في ذلك إلى وجود إعاقة بصرية أو حركية أو سمعية أو الإصابة بالتخلف العقلي أو عدم الاستقرار النفسي أو وجود الظروف الأسرية والاجتماعية. يظهر التدني في مهارة أو أكثر من مهارات التعلم المختلفة، كالمهارات الأساسية اللي هي القراءة والكتابة والحساب أو العمليات الفكرية، الذاكرة والتمييز والتركيز، أو القدرة على الكلام أو الاستماع أو الإدراك والتفكير. ويمكن لبعض الوظائف المعرفية أن تصاب بخلل ما كالتنظيم المكاني أو الزماني والتفكير المجرد والانتباه أو الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى. السلام. وقد تختلف حدة المشكلة من خفيفة إلى معتدلة أو شديدة. طبعا صعوبات التعلم هو اضطراب ركز الانتباه وفرط النشاط اللي هو اضطراب ADHD، يذكر غالبا مع صعوبات التعلم لكي لا ينبغي الخلط بينها، اذ ان لكل منهما طريقه تشخيص مختلفه. من شان صعوبات التعلم ان تكون مستمره لدى الشخص الذي يعاني منها، ومع ذلك يمكن تعويضها من خلال الدعم والتدخل المناسبين، مما يمكن الشخص من النجاح الاكاديمي والمهني والاجتماعي. يا سلام. استاذ فهد اليامي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، يا هلا والله. يا مرحبا. كيف اعرف ان عندنا طفل يعني وفيه صعوبات التعلم؟ كيف اعرف؟ هو يحتاج الى تشخيص وملاحظات من الاسره او الاقران او المدرسه اذا كان في سن المدرسه. طبعا يرى كثير من المتخصصين في شؤون هذه الفئه أن عملية تشخيص صعوبات التعلم يجب أن تتم بواسطة نظام العمل اليومي والملاحظة المقصودة من خلال السجل المدرسي الخاص بالمتعلم الذي يرافقه حين إنهائه المرحلة الابتدائية، فتعرف أسباب صعوبات التعلم والعوامل المؤثرة فيها تساعد على تشخيصها، وتعرف العوامل المؤدية إليها، وليس المقصود تشخيص صعوبات التعلم التي ترجع إلى خلل في الجوانب الحسية والعصبية أو تدني الذكاءات والقدرات، وإنما المقصود هنا هو تشخيص الأسباب والعقوبات النفسية والتربوية والأسرية التي تقف حائلا ضد التعلم الجيد لدى المتعلمين، مثل تلك التي تسبب قلة استفادة المتعلمين من خبرات التعلم المتاحة لهم أو أنشطتها. وقد قدم سامول كيريك وكالفينت عام 1988 خطة مكونة من 6 مراحل تهدف إلى التعرف على الأطفال ذوي صعوبات التعلم. 1، التعرف إلى الأطفال ذوي الأداء المنخفض، ويمكن أن تتم تلك العملية داخل المنزل أو المدرسة. 2، ملاحظة السلوك ووصفه، مثل كيف يقرأ ومهارات القراءة. 3، إجراء تقييم غير رسمي ويستبعد بعض الحالات مثل الحرمان البيئي والثقافي والاجتماعي. يا سلام. 4، قيام فريق التقييم بإجراء تقييم، وتعد هذه العملية بمثابة التشخيص المبني على تعدد المحكات. 5، كتابة نتائج التشخيص. 6، تخطيط برنامج علاجي. يا سلام. يا سلام يا سلام يا أستاذ فهد. ألو فهد، بعدك معنا على الخط ولا لا؟ سمعك معك. يا مرحبا فيك. أول بداية نرحب بك ولا قصور في الشباب اللي رحبوا بك قبل. أقول لك، في أي عمر اللي يكون هو مناسب لتشخيص الطفل؟ هل في عمر مناسب ولا فيها مثل ما تقول تختلف الاعمار؟ لا،
هو ما في يعني لو ما نقدر نحكم ان هذا العمر هو المحدد لتشخيص من صعوبات التعلم غير صحيح. بالنسبه الى التعبير الشفوي مثل اضطراب النطق وحتى لو ظهرت العلامات الاولى في عمر السنتين او الثلاث سنوات لمشاكل النطق والتخاطب لا يمكن اجراء التشخيص قبل سن الخامسه. اما اضطراب التنسيق الحركي فتظهر اولى المؤشرات في الحضانه ولكن لا يمكن الحديث عن اضطرابات في تنسيق الحركات الا اذا استمرت هذه الاعراض. وكان الفرق كبيرا بين النتائج الاختبارات النفسيه والحركيه والمعدل الطبيعي. اما بالنسبه الى اللغه المكتوبه اللي هو صعوبات التعلم والقراءه والكتابه والرياضيات في عسر القراءه والاملاء لا تظهر العلامات التهديديه الا عندما يصبح الطفل في عمر تعلم القراءه اللي هو عمر تقريبا 5 سنوات او 6 سنوات اللي هو عمر المدرسه. مع العلم ان جميع الاطفال بما فيهم الذين لا يعانون من اي صعوبه محدده يجدون صعوبه في تعلم القراءه ولا يمكن في بدايه الامر ان يرتكبوا اغلاطا في التهجئه والاملاء. اخوي فهد ولا يكون سم ولا مقطوعين عليك بس السؤال جاني على طاري الكلام اللي تقول السياق. هل يعني مثلا الحين الناس اذا عندهم حد يعني من اطفالهم عندهم صعوبه في الكلام هل لازم انهم ينتظرون الى مثلا سن 4 أو 5 سنوات عشان يبادرون هم انهم يقدمونهم لمثل هذه الجمعيات ولا ينتظرون يمكن انه مثل ما تقول مساله بسيطه وتنحل؟ لا هو اذا كان النطق والتخاطب والكلام لا من سنتين إذا سنتين إلى عمر 5 سنوات عنده مشاكل لا لازم يكون تدخل مبكر عنده مشكلة. حلو. لأن عمر الناطق من سنتين الطفل يقدر يتكلم من سنتين. يا سلام. أشكرك. طيب ولا يكون وكالك مبررا إلا في حال استمرار هذه الأغلاط وعدم تلاشيها مع الوقت لدى الطفل الذي يتابع دراسته بشكل طبيعي. هذا مع العلم أن الطفل الذي يعاني من صعوبات في اللغة الشفهية معرض أكثر من غيره أن يلاقي صعوبات عند تعلم القراءة والتعبير الكتابي، لذا يعتبر الكشف المبكر مهما في هذه الحالات. جزاك الله خير يا أخوي فهد على التوضيح. أبغى دور الأسرة أو دور المدرسة أو المجتمع يا أستاذ فهد، وش الشيء اللي مطلوب من الأسرة يعني للفئة هذه للأطفال؟ يعني أنا أشوف لو قطع كلامك أشوف بعض الأسر يعني يصير عندهم مثلا طفل يصير عنده مشاكل بسيطة سواء تعتع بالكلام يعني حاجات بسيطة ما تذكر فيتم تهميشها أو يتم مثلا التهكم عليها سواء من أقارب من أسرة من زملاء في المدرسة، فالشيء هذا يبدأ يتضاعف إلين يصير مشكلة فعلية بالشخص هذا. فوش دور الأسرة دور المدرسة دور المجتمع تجاه النوعية هذه يا أستاذ؟ طبعا هو دور الأسرة مهم جدا خصوصا قبل سن المدرسة لأن الأسرة هي المسؤولة عن الطفل وهي الملاحظة للسلوكيات الطفل وتأخر عن الأقران في القراءة أو الكتابة أو الرياضيات. مشكلة التنمر أو مشكلة التأتأة وهذه والإهمالات هذه بيكون مشكلة تؤثر على التحصيل الأكاديمي في سن المدرسة. يجب تدخل مبكر من الأسرة. طبعا تعزيز دور الأسرة في التعامل مع ذوي صعوبات التعلم هناك بعض النقاط. الدعم العاطفي والنفسي لا يمكن التغلب على إعاقات التعلم وذكر نفسك أن كل شخص يواجه عقوبات فالأمر متروك لك بصفتك أحد الوالدين لتعليم طفلك كيفية التعامل مع تلك العقبات دون الشعور بالإحباط أو الإرهاق. فلا تدع الاختبارات والمهام المدرسية والأعمال الورقية التي لا نهاية لها أن تشتت انتباهك عما هو مهم حقا. فالأهم هو أن تمنح طفلك الكثير من الدعم العاطفي والمعنوي. القراءة والاطلاع في مجال صعوبات التعلم فقم بأبحاثك الخاصة وواكب التطورات الجديدة في تعلم برامج صعوبات التعلم والعلاجات والتقنيات التعليمية الحديثة. فقد تحتاج إلى النظر إلى مراجعة الآخرين كالمعلمين والمعالجين والأطباء للحصول على حلول خاصة في البداية، لكنك حقا أول خبير في شؤون طفلك، لذا تولي المسؤولية عندما يتعلق الأمر بالعثور على الأدوات التي يحتاجونها للتعلم. جميل. الصبر والتروي فقد تضطر إلى الحديث مرارا وتكرارا للحصول على مساعدة خاصة لطفلك. فاحتضن دورك كوالد استباقي واعمل على مهارات الاتصال الخاصة بك. فقد يكون الأمر محبطا في بعض الأحيان ولكن بالحفاظ على هدوءك بعقلانية وحزم يمكنك إحداث فرق كبير لطفلك. تذكر أن تأثيرك يفوق كل الآخرين، سوف يتبع طفلك قيادتك. فإذا كنت تتعامل مع تحديات التعلم بالتفاؤل والعمل الجاد وروح الدعابة
فمن المرجح أن يتبنى طفلك وجهة نظرك، أو على الأقل يرى التحديات على أنها مطبات سرعة وليست حاجزا على الطريق. ركز طاقتك على تعلم ما يصلح لطفلك وتنفيذه بأفضل طريقة ممكنة. ركز على نقاط القوة وليس نقاط الضعف لدى طفلك. يا سلام، الله يعطيك العافية أستاذ فهد، احنا ملتزمين بوقت، والمعلومات اللي قدمتها لنا والنصائح قيمة جدا ومثرية وملهمة، الله يعطيك العافية ويكتب أجرك يا حبيبنا. الله يعافيك وشكرا لك. شاكرين لك، شاكرين لك يا أستاذ فهد. الله يعطيك العافية. نبي نرجع للدكتور عثمان، بس أبو شايع عنده سؤال واستفسار معين.